اعز الناس عليا صحابي اللي في منطقتي دي من اولهم لاخرهم مالين عليا الدنيا دي ماسكها في ايديا طول ما هما كده قدام عينيا ياللي فاكر ان حب مصر هو انك تسكن في قصر لا يا ابني اسمعها مني وخدها نصيحه عني حب مصر في اهلها مش في فلوسها وارضها وانا جاي هنا اقول لها الف شكر ليكي على الناس اللي فيكي اهلي واصحابي وجيرتي دول احلى ما فيكي من اول يوم ولدت لحد يوم ما ماتي اهلي واصحابي وجيرتي هيفضلوا دايما حكاياتي اللي هحكي عنها واوصف فيها واحكي في جمالها مقطم سيتي مدينتي فيها بيتي فيها كل حاجه انا بحتاجها مش اكل وشرب لا حب وقرب ودفى موجود في وسط برد في وسط برد طول عمرهم اعز الناس عليا صحابي اللي في منطقتي دي من اولهم لاخرهم مالين عليا الدنيا دي ماسكها في ايديا طول هما كده قدام عينيا طول عمرهم اعز الناس عليا صحابي اللي في منطقتي دي من اولهم لاخرهم مالين عليا الدنيا دي ماسكها في ايديا طول ما هما كده قدام عينيا لو تسمحوا لي احكي عنهم بس مهما قلت عمري ما هقدر اوصف جمالهم اصلهم كده كلهم على بعضهم حاجه واحده صحاب من فلوس وقلوب واحده ببدا باول واحد فيهم شريف عرفه ابدع من فيهم يمكن بالنسبه ليا انا شايف انه اقرب واحد ليا رغم انه مشغول من كتر الهموم اللي شايلها من اول تكليف شقته والتدوير على شغل منه يصرف على بيته التاني واحد فيهم شريف ينجي دينه اكيد كلكم عارفينه هو اللي عرفني سكتي في الراب وضح لي فكرتي اسست مع بعضينا فريق ينجح بينا كايرو بولز فريق بدا باتنين وكبر بالباقيين طول عمري بستشيره في امور كتير موضوع خطير انك تلاقي واحد بس من الباقيين ممكن تسمع رايه ويفيدك كتير تالتنا هو اهاب شخصيه مش ممكن تلاقي منها اتنين ذكي وخبي في نفس الوقت قوي ضعيف اتنين مع بعض بيجح وبيتكسف من حاجات كتير انا مش بجرح فيه وهو ده الدليل اني بحكي عنه كتير من غيره القعده تبوظ وتسال عنه هو فين يا نايم يا نازل وفي الحالتين هتستنى كتير رابع واحد طاهر طاهر الكبير او ممكن تقول عنه البيج تيل اسم اطلقناه عليه لان جسمه كبير ودي من المزايا اللي فيه وقتي لما يكون موجود اوعى تخاف من اي مخلوق يدافع عنك لو ما يعرفكش يتقلب ضدك لو لقاك انت اللي واخدها قفش والخامس حسام حسام لذيذ صاحب القفشات الجديده والقديمه على طول ضرب الدنيا بالجزمه القديمه ومنفض لها وقاعد يضحك لها رغم اللي ما شكله كتير في البيت او بره البيت ملفض للحياه وعلى طول مش فارقه معاه والسادس جو محمد رمضان يعني لو رخمت عليا اضحك لو قلت في لاعب كوره كبير لو اتوجدت الكوره اساسي في الفريق حتى لو مفيش مكان لازم حد يخرج المهم يلعب والسلام والسابع عمر ممدوح من كتر هزاره معاك يخليك تبوح بكل الشتايم اللي موجوده معاك رغم انه على طول رجوله معاك ولو اتزنقت في وقت تلاقيه واقف لك يساعدك بكل اللي معاه والتامن محمد مسعد مين الصعب انه يقعد ساكت من غير هزار يخشك يطلع عينك لحق ورا بطل تقدر تاخده بايديك يثبت لك انك مجنون يطلع الله احلى كلام موزون مع سجاره وكوبايه شاي تحت القعده بست اللي رايح واللي جاي يتزع اكبر واحد فينا اخونا الكبير مستشارنا الخطير اي مشكله تتوجد يحلها بس المدحك لو اتوجد وقتها يفضها ولا اكنها كانت من الاساس موجوده ناس كتير في القعده موجوده بس البيت عليهم قصير عبلالي وفوزي منعم وصابت بكر وطارق كوجي حماده وباسم خصبر محمد فيصل كينج الكلمات ومعاهم احمد انور عند اللبنه والناس كتير اعرفهم وقت الفرح معايا ووقت الحزن اول ناس يكونوا واقفين في صفي بوجه ليهم سلام باحلى كلام قدرت عليه وبقول لكم هم دول صحابي